هل يخفي هذا الكون العظيم مفتاحا لكنز عظيم، كنز لا يقدر بثمن، مفتاحا يمكننا من فتح الأبواب المغلقة ويحقق المعجزات ويلبي الحاجات والأماني. لقد بذل العديد من العلماء عبر الحضارات القديمة جهودا جبارة في البحث عن هذا المفتاح، ولكن قبل كل شيء يجب أن تعلم عزيزي المشاهد أن جميع العلوم وخصوصا علم الرياضيات هي علوم أسسها الخالق وهي مستمدة من علم الكتاب. يجب أن ندرك أننا لم نخترع الرياضيات، بل اكتشفناها. إنها لغة الكون العالمية وقانون يسري على كل شيء، فلا يهم أين أنت في هذا الكون، فواحد زائد اثنان تساوي دائما ثلاثة. كل شيء في الكون يخضع لهذه القاعدة، إنها أنماط تظهر بشكل طبيعي في الكون. لاحظ العالم نيكولا تسلا خلال أبحاثه في علم الرياضيات أن الأنماط العددية التي تظهر في الكون تأتي دائما مزدوجة، مثل تكوين النجوم وتطور الخلايا الجينية، وهي تعتمد على قوى النظام الثنائي وتستجيب له. يبدأ النمط بواحد ويتبعه مضاعفات مزدوجة، مثل 1 2 4 8 16 32. ولكن لاحظ تسلا أن الأرقام 3 6 9 ومضاعفاتها غير موجودة في هذا النمط، كأنها محررة منه. والسبب في ذلك هو أن حقيقة هذه الأرقام تمثل بعدا آخر، وهو البعد الثالث إلى البعد الرابع، والذي يسمى حقل التدفق. وإن مجال هذه الأرقام هو طاقة الأبعاد العليا، والتي لها تأثير على دائرة الطاقة للأرقام الستة الأخرى. يقول ماركو رودان إن هذا هو المفتاح السري للطاقة الحرة، وأن أي رقم من مضاعفات الرقم ثلاثة له طاقة خاصة، لذلك يسمى الرقم المقدس. هو رقم محكم من مصفوفة كونية مبنية على مضاعفات الرقم ثلاثة، ابتداء من الإنسان المكون من روح وجسد ونفس إلى جميع المخلوقات، والتي يطلق عليها الهندسة المقدسة أو البصمة الإلهية. أي رقم من مضاعفات ثلاثة يكون له طاقة خاصة، وهي طاقة الخلق والتجسيد. أما إذا اجتمعت تسعة معهم، مثل 3 6 9، فيكون لها طاقة مختلفة، فيطلق عليها رمز التنوير. وتكون هذه الأرقام حلقة سداسية الشكل كالعنقود، والتي تعد أصل التوازن في هذا الكون. وتستمر هذه الحلقة السداسية بلا نهاية، لها حقلها المغناطيسي الخاص النابع من مضاعفات الرقم ثلاثة. ومن المستحيل أن تولد الحلقة أرقاما أخرى غير مضاعفات الرقم ثلاثة. ومن هذه الأرقام نستنتج أن 3 6 9 هي الأعلى طاقة، وأنها تحكم الكون، فهي نمط رياضي يحافظ على ترتيب الكون، فهي الآيات المحكمة بالنسبة للنظام الكوني، والتي تكونت على هيئة الشكل السداسي. وهذا الشكل متوازن حتى زواياه التي تكون 120 درجة، فإذا تم جمعها ينتج رقم 3، لذلك اتخذه المسلمون أيضا شكلا يعبر عن الدولة في العمارة الإسلامية، والذي يظهر أيضا في خلية النحل، حيث توصل الباحثون في عالم النحل إلى أن هذه الحشرة على معرفة بعلم الرياضيات
في بناء خلاياها على شكل سداسي دقيق، والذي يطبقه المهندسون المعماريون في البناءات المتميزة، وكذلك مهندسو تصنيع الطائرات. فوجد أن النحل يتعمد اختيار الشكل السداسي في بناء الخلايا استثماراً لفوائد هذا الشكل في عمليات الحماية، وأنها أكثر قوة وتوازن، به تصبح الخلية أكثر تناغم وتوازن وقوة وحماية بدقة متناهية. لذلك بدأ البعض يقوم بأخذ القانون ويتوهم بأنه يفعل المعجزات ويحقق الأهداف عن طريق أن تكتب في ورقة ما تريده أن يحدث 3 مرات، وتطبق الورقة وتنسى ما تم، وتأتي في الظهيرة وتعيد كتابة أمنيتك 6 مرات فقط. يزعمون أنهم بهذه الطريقة يحققون أمانيهم، على الرغم أن صاحب هذه النظرية قد مات محروقا في غرفته التي بها أبحاثه، والتي كان رقمها 33، سرقت منها أبحاثه بعد قتله. وهذا هو العلم الحديث، يكشف لنا أسرارا، لكن ماذا عن خالق هذا الكون الذي وضع قوانينه؟ هل أخبرنا الله عز وجل عن مفتاح الأكوان وكنز الأسرار؟ قبل أن نبدأ يجب أن نعي أن الله عز وجل قد وضع قوانين محكمة تحكم عالم ملكوته، وعند تأملنا في خلقه نجد دائما أن الله خلق العام ومنه اختص الخاص، فجمع العام بالخاص في كل ملكوته. دعوني أوضح لكم، فقد خلق الله كل ما في الوجود، واختص بني الإنسان، وسخر لهم القوانين، وجعل فيهم انطواء كل الأكوان. وقد قال سيدنا علي رضي الله عنه: وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. ومن بين كل بني آدم اختص الله خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وخلق جميع القرى، ومنها اختص أم القرى مكة بكل خصائصها، أنزل الكتب السماوية، ومنها اختص القرآن بعلم من الكتاب، وطوى به كلمات الكتب الأخرى، واختص كل آيات القرآن وطواها بسورة الفاتحة. سورة الفاتحة لها أكثر من 30 اسما اختصت بها، فكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، فقد سميت بالشافية التي تشفي من الأمراض والأسقام واللدغات، وسميت بالأساس لأنها الأساس للقرآن، وسميت بالواقية لأنها تقي من شرور الإنس والجان ومن الآفات، فمن قرأها حفظته وحجبت عين الجن عنه. وسميت بالكنز، فقد روى أنس بن مالك عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي أن الفاتحة كنز من كنوز عرش الرحمن. وقال علي بن أبي طالب أنها نزلت من كنز تحت العرش، وبها كل أسرار المعارف، وهي الكافية التي تغني عن غيرها ولا يغني غيرها عنها. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أم القرآن هي عوض عن غيرها، وليس غيرها عوض عنها. وذكرها الله عز وجل في كتابه في آية: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، تفضلا وتكرما من الله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك فرق بين أنزلنا عليك وآتيناك، فالإنزال يأتي من السماء ويستعمل للكتب، أما الإيتاء فهو أعم وأشمل، فالآية تتحدث عن معجزات كل من السورة والقرآن، وليس الوحي بإنزال القرآن فقط. وكانت الفاتحة معجزة منفردة، والقرآن معجزة أخرى، كمعجزات الأنبياء موسى وعيسى وإبراهيم. وقيل إنها أول سورة كتبت
في اللوح المحفوظ لعظمتها. فالفاتحة هي فاتحة القرآن واللوح، ومفتاح كل باب مغلق، ومفتاح مقاصد الدنيا والآخرة، وقيل إنها مفتاح خزائن وأسرار علم الكتاب، لذلك سميت بأم الكتاب. بانجلائها ينكشف حجب فهم القرآن لأهل البيان، لأن من عرف معانيها يفتح بها أقفال المتشابهات ويقتبس منها أنوار الآيات. وهي السورة الوحيدة التي يرد الله عز وجل علينا عقب قراءة كل آية منها، فيقول: حمدني عبدي ثم أثنى علي عبدي ثم مجدني عبدي. ومن عجائبها أن العلماء لاحظوا أن هذه السورة العظيمة تخلو من 7 أحرف، مما يجعلنا نتفكر في الأمر، لماذا سورة الفاتحة خالية من 7 أحرف؟ هذا لا يعني أن الحروف 7 غير محبوبة أو مبغوضة لذاتها، فاللغة العربية عظيمة بجميع حروفها، ويكفيها شرفا أن القرآن الكريم نزل بها، ولكن الفاتحة اختصت بأن تخلو من أي حروف قد تكون ذات تردد سلبي أو ليست روحانية أو شافية. وسنتحدث في حلقات قادمة عن طاقة تردد الحروف وتأثيرها. وكذا قد تكون الفاتحة هي كلمات الله التامات الواقيات المنجيات، التي هي نور القلوب وبهجة الأيام وسر السعادة ومفتاح الهداية. من تعلق بها أدرك سبل النجاة، ومن استرشد ببركتها لم تلحقه خيبة أبدا. ومعنى كلمات الله التامات التي لا يعتريها نقص، لذلك قد تكون هذه الحروف 7 بها نقص ولا تحقق الكمال لهذه السورة العظيمة. والله أعلى وأعلم. ولكن هل المفتاح الكوني هو الفاتحة أم يوجد سر آخر لا نعلمه؟ العلم عند الله وحده علام الغيوب، وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً.